مرحبا بكم احبابنا، نطلب من الله على قدير انكم تكونوا بخير وعلى خير وبصحه وعافيه جيده ان شاء الله. خوتي هذا فيديو مهم بزاف، راه بفضلكم ان شاء الله ممكن اننا نقضوا الارواح ديال بزاف ديال عباد الله. سبق واننا تكلمنا في واحد الفيديو شحال هذه في ايطاليا بانه كاين واحد الدواء ديال هادشي ديال الضغط ديال الدم والاعصاب وما الى ذلك، يعني تسبب فيه مواد مسرطنه يعني وتسبب يعني الامراض الخبيثه. هذه المره هذه المساله هذه تتعلق بالمغرب، تطلب منكم انكم تبارطاجوا هذا الفيديو هذا باش يوصل لاي واحد، وربما نكونوا يعني كما قلت لكم سبب في انقاذ العديد ديال الارواح ديال عباد الله والدال على الخير كفاعلي. ما تخسروا والو الا بارطاجيتوا هذا الفيديو هذا. هذه المره هذه المساله تتعلق بواحد الدواء كاين في المغرب، وهذا الشيء اللي غادي تشوفوه معايا يعني في هذا الفيديو هذا. المهم اخوتي كما وصلني هذا الشيء اللي وصلني انا في الواتساب عند واحد الصديق ديال القناه، هذا الشيء اللي كاين رسميا وزاره الصحه تسحب ادويه ديال قرحه المعده وتقليل افراز الحموضه من صيدليات المغرب التي تحتوي على مادة مسرطنة اسمها الرانيتيدين بعد تحذيره من منظمة الغذاء الدولية. وبعجالة كتاخد شي دواء على المعدة، حبسو سول الطبيب ولا الفارماسي يبدلو لك او يعني للتأكد واش يحتوي على هاد المادة ولا لا. الادوية المعنية هي هذه اللي غادي تشوفو معايا هنايا، السيداس، ازانتاك، راني ريب، رانيمات، افيتاك، رانيتيل، زانتاك، نورماسيد. مهم هذه هي الادويه اللي تشوفوا معايا، هي هذه كما مكتوبه، هذه الادويه المعنيه بالامر. واش يا خوتي يعني بيان رسمي من وزاره الصحه اليوم، يعني ما انسان ما يخسر حتى شي حاجه الا بارطاجيتوا هذه المسائل هذا الخير نفعوا به. يعني اللي ما عارفينش ماشي بالضروره تكون كيهمك غير انت، يعني يقدر يهم بزاف ديال عباد الله. هنا في الصوره كما تشوفوا معايا بلاغ عن صاحب بعض الادويه الخاصه بالاطفال من الصيدليات بالمغرب. هادشي اللي كاين هنا تقريبا هادشي خرج امتى؟ نهار 11/12 تقريبا كما هو واضح في هذه الصوره هذه. اللي كاين نقرا لكم يعني الاخر، يعني ريسكريسيون ديتيليزاسيون دي ميديكامون ا باز دي نيفوروكسازيد كما هو واضح هنايا، كونتر انديكاسيون شي لونفون دو موان دي 10، يعني بالنسبه للاطفال اللي عندهم اقل من 10 سنوات. انسان اخوتي ياخذ الاحتياطات ديالو ويحاول دائما يسول الطبيب ديالو ويسول كذلك الصيدلي على اي دواء غادي ياخذو كما شفتوا معايا هنا في هذا الفيديو هذا. المهم الخبر هو هذا اخوتي كما وصلني، كما يعني درت عليه فيديو باش نوصلوه لكم وما نخسروا والو، يعني نبارطاجيو الفيديو هذا باش يوصل للجميع ان شاء الله ويستافد منه الجميع. نتمنى انكم تبارطاجيو هذا الفيديو هذا كما قلت لكم، فدلوا على الخير كفاعلين، ونتلاقى معكم في فيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.